طيب الترند الاولمبي ده امر مهم جدا طبقا لفعاليات البطوله والمستمره لحد دلوقتي والمنافسات المختلفه اللي بتحدث. فبالتالي احنا يعني عندنا رساله كده حابين نتكلم فيها في الاول بخصوص من هم لم يوفقوا في استكمال مشوارهم في بطوله دوره الالعاب الاولمبيه وما قدروش ان هم يجيبوا لمصر ميداليه. لان ملحوظ قوي وشفنا بشكل كبير على مدار الايام اللي فاتت هجوم كبير قوي قوي على الالعاب الفرديه وان انت لعيب مش نافع وانت فاشل وانت ما قدرتش تجيب حاجه لمصر وانت مستواك على قدك وايه اللي حصل لك انت يا مش عارف مين و... يا جماعه في حاجه مهمه قوي لازم نكون كلنا فاهمينها كلنا ان احنا لما ننتقد حد نحاول ان احنا ننتقده بشكل يشجعه على ان هو يطور من نفسه يبني على المستوى اللي ممكن يكون بنسبة معينة مستوى جيد ويحاول يوصله لنسبة 100% مستوى رائع. فلازم انت يكون ليك دور في كده. انت كواحد من الشعب المصري، كواحد مهتم بالرياضة، كواحد محب لدولتك او لبلدك مصر، ليك دور. انت ليك دور، دورك انك ما تحبطش حد. لا ما تحبطوش، لان ده انت ما تعرفش ده تعب قد ايه، ما تعرفش ده اجتهد قد ايه عشان يوصل اصلا للمكان ده، يوصل لدورة الالعاب الاولمبية. في ناس كتير جدا مرت بصعاب محدش يقدر يتخيلها ومنافسات مش طبيعية وبطولات قدروا ان هم يفوزوا بيها عشان يوصلوا للمكان ده، عشان يروحوا طوكيو. تعبوا وعرقوا وشقيوا وطلع عينهم، طلع عينهم في المنافسات وطلع عينهم في التدريبات وحاولوا يعملوا اقصى ما لديهم. لكن في نفس الوقت انت مش بتلعب في اي بطوله لوحدك، عندك ناس برضو مستوياتهم عاليه جدا. طيب انا هنا المفروض اعمل ايه بقى؟ كان كواحد بلعب في لعبه معينه فرديه مثلا، المفروض اعمل ايه؟ اشوف المستويات العاليه اللي هناك دي وصلوا كده ازاي واطور من نفسي عشان اوصل لهم. اعمل زي الناس دي، اشوف الناس دي بتشتغل ازاي، ادرس طريقته في العمل في التطوير من مستواه واعمل زيهم، مش عيب خالص، وانافسهم بعد كده ممكن ان شاء الله اكسبهم واخد ميدالية. لكن حته ان احنا نقعد نحبط في ابطالنا وكلام من ده، لا ده مش مطلوب، لان الناس دي تعبت جدا جدا والناس دي عانت جدا جدا عشان يوصلوا للمكان ده. احنا مش فرحانين ان هم ما جابوش ميداليات طبعا، لكن في نفس الوقت احنا عايزين نشجعهم ان هم باذن الله في دوره الالعاب الاولمبيه اللي جايه يقدروا يجيبوا ميداليات اكتر. ازاي؟ بمساندتك انت ومن خلال كمان دعمك واهتمامك بيهم وانتقادك البناء للابطال دول. انا هبتدي معاكم بجدول المنافسات الخاصه بالمصريين او للبعثه المصريه في طوكيو اللي هتبتدي الفجر باذن الله. المنافسات دي النهارده هيبقى عندك، مش النهارده اللي هو فجر بكره يعني، العاب القوى مصطفى الجمل عندنا امال كبيره جدا فيه، لعيب كبير، الساعه 3:30 الصبح. في الرمايه عندك اسامه السعيد 4:30 الصبح، مصارعه دور ال 16 ايناس خورشيد الساعه 5:45 الصبح، وفي الغطس مهاب ايمن الساعه 8 الصبح، وفي السباحه التوقيعيه هنا هيكل وليلى علي الساعه 12:30 الظهر. ده بخلاف جيانا فاروق اللي انا اتكلمت عنها، وبخلاف محمد مجدي حمزه، وبخلاف ايهاب عبد الرحمن اللي عندنا امال كبير جدا فيهم. ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق والعدد الميداليات يزيد. هروح لفاصل سريع بعدين نرجع ناخد اخر فقره من حلقه الترند النهارده. يلا بينا.